كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، هنأ فيه سموه بسلامة العودة إلى مملكة البحرين بعد أن من الله على سموه بتمام الشفاء والعافية. وقد عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة على مشاعره الطيبة، متمنيا لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب فلسطين الشقيق كل خير ونماء.